السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور حلقتنا هو أساس تأسيس وفكرة برنامج أرض السواد، وهو الأمن الغذائي، اللي من بداية البرنامج إلى اليوم دائما ننادي بهذا الموضوع ونقول دائما أن السيادة الحقيقية، القوة الحقيقية لأي بلد هي بموضوعة الأمن الغذائي. للأسف السنوات الماضية كان صانع القرار السياسي العراقي بعيد عن هذا الموضوع، ماكو خطط حقيقية لتنفيذ موضوعة الأمن الغذائي. صح حققنا مثلا اكتفاء ذاتي، وهو يختلف اليوم الاكتفاء الذاتي عن الأمن الغذائي، حققنا اكتفاء ذاتي ببعض المحاصيل وبعض المواد، ولكن مو بالشكل اليوم اللي يطلبه أرض السواد. هذا البلد العريق اللي مساحته كبيرة جدا، يمتلك نهرين عظيمين، خزان بشري كبير جدا يوصل الى اكثر من 40 مليون مواطن، دائما نعتمد على الخارج. اي ازمه عالميه تصير بالخارج العراق يكون من المتضررين بموضوعه الغذاء. كيف نحقق الامن الغذائي؟ هل عندنا اليوم اسس لتحقيق موضوع الامن الغذائي؟ راح نناقش هذه المواضيع مع الدكتور محمد العبيدي خبير الامن الغذائي. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ. الله يحفظك. الله يحفظك. وعبر السكايب الاستاذ عادل المختار الخبير المائي والزراعي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. ربي يخليك. ابدا مع الدكتور محمد العبيدي خبير الامن الغذائي، اللي ملتقين وياك باكثر من حلقه. نعم. وكانت عندك ابحاث حول هذا الموضوع. حسب معلوماتي انه اعرفك، ايضا اعرفك شخصيا، انه عندك نجاحات بعدد من الدول، ولكن ليش الى الان لم تنجح اليوم خططك دراساتك بموضوعة الامن الغذائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جنابك وتحياتي لك ولقناتكم الكريمة والضيف العزيز استاذ عادل المختار اخونا واستاذنا ولكل الشعب العراقي الكريم. اول شيء خلينا نحكي بمفهوم الامن الغذائي. نعم. نبسطه للمواطن الكريم. انا اليوم حضرت هذه الحلقه وفي جعبتي ان اوجه برنامج الى حكومه دوله رئيس الوزراء سهل التنفيذ وسهل المنال، نقدر به نحقق الارقام المستهدفه في خطه الاكتفاء الذاتي من اجل الوصول الى معادله الامن الغذائي. الامن الغذائي هو معادله نهائيه لعمليتين نقوم بهن. نعم. العملية الأولى هي تحقيق الأهداف الأرقام المستهدفة في دراسة الاكتفاء الذاتي. صحيح. اللي أنا أصلاً عديتها وقدمتها هدية للشعب العراقي الكريم من خلال وزارة التخطيط العراقية بحكومة السيد عادل عبد المهدي. نعم. الأرقام المستهدفة للاكتفاء الذاتي بكل المواد الأساسية، إن كانت في الثروة الزراعية أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الغذائية التحويلية، أصبحت موجودة لدى وزارة التخطيط العراقية. نعم. فالعملية الأولى اللي تكون مسؤولية تحقيق هذه الأرقام هي على عاتق الحكومة المركزية بدعم البرنامج الاستثماري. اليوم احنا مدى نحكي اكو موازنة استثمارية للحكومة العراقية تستنفذها بهذه المشاريع؟ ابدا. العملية الاستثمارية هي اللي كفيلة بتحقيق هذه الأرقام. على مود نبسط الامور للحكومة المركزية، لدولة رئيس الوزراء، للقائمين على القرار، انه مو كل شيء على عاتق الحكومة. ابدا. خطة الاكتفاء الذاتي ما تمت بصلة للموازنة الحكومية او للموازنة الاستثمارية الحكومية. نعم. الحكومة الان هي هنا توفر الغطاء، تذلل البيروقراطية، تسهل الامور على المستثمر، تعطي امتيازات للمستثمر من اجل تشجيع المستثمر المحلي والاجنبي في الدخول بعجلة تحقيق الأرقام المستهدفة في الاكتفاء الذاتي. نعم. إذن المرحلة الأولى هي أن نعرف ما هي الأرقام المستهدفة في المواد الأساسية مثل الحنطة، الشعير، الحبوب الاستراتيجية، المحاصيل الزراعية، هاي بالزراعة صحيح، أو بالإنتاج الحيواني، الدراجن، العجول، السمك، إلى البيض والحليب. نجي على الصناعات الغذائية التحويلية اللي هي من الزراعة أو من اللحوم. هذه الأرقام المستهدفة اليوم احنا أصبحت موجودة عندنا، نعرفها على أساس تعداد سكاني للعراق 40 مليون مواطن. نعم. المرحلة الثانية هي كيفية المحافظة على تحقيق هذه الأرقام المستهدفة وإيجاد ديمومة لهذه الأرقام. نعم. بموجب خطة متكاملة للتنمية المستدامة لتثبيت
وجود هذه الأرقام بالناتج المحلي السنوي للعراق. إذا حققنا هذه الخطوتين سنصل إلى معادلة الأمن الغذائي، حيصبح عندنا أمن غذائي اللي هو لحيكون الغذاء آمن من الناحية السعرية والصحية والكمية. جيد. المعادلة الكمية للمنتج المحلي اللي يكون متيسر لإيد المواطن الكريم العراقي في الأسواق المحلية من كافة المنتجات بالمواد الأساسية من الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الغذائية التحويلية، هذا هي تمثل الأمن الغذائي الحقيقي. أرجع أقول جملة أنا قلتها قبل سنتين وأنا مصر عليها، لا تكتمل سيادة أي بلد بدون وجود الاكتفاء الذاتي. شو الفرق بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟ الاكتفاء الذاتي هو أن تصل إلى الأرقام المستهدفة، الأمن الغذائي أن تحافظ على إنتاج هذه الأرقام بشكل مستمر. إحنا الاثنينات ما محققينهن أبدا، بعيدين عنهن لو قريبين. شوف أستاذ ظفر، إحنا نجي على المحصول الأساسي بالثروة الزراعية اللي هو الحنطة. الحنطة بعيدا عن المبالغات إذا كانت التقليل من الأرقام من الجانب الحكومي أو تضخيم الأرقام من جانب السوق المحلي. نعم. لأن كل يغني على ليلاه. الرقم الحقيقي في الاكتفاء الذاتي المريح، الرقم المستهدف في الاكتفاء الذاتي المريح للحنطة في العراق هو 7,200,000 طن. لأربعين مليون مواطن، أو بالتحديد 39,932,700 مواطن. الدراسة أنا من عديتها على هذا التعداد. في عام 2018 تقريبا. 20. هذا الرقم يشمل البطاقة التموينية العراقية للمواطن العراقي الكريم، يشمل الصناعات الغذائية التحويلية برمتها اللي يدخل الطحين بيها كلها برمتها. نعم. يحتاج العراق رقم مستهدف في الاكتفاء الذاتي مريح، يعني لحنسد كل ثغرات اللي يدخل بيها محصول الحنطة، هو 7.2 مليون طن سنويا الاحتياج الحقيقي للعراق من محصول الحنطة. يعني اكو سنة من السنوات وصلنا 5.5 إلى 6. هذا يحقق الاكتفاء الذاتي بما تحتاجه البطاقة التموينية. البطاقة التموينية بوحدها تحتاج سنويا الى 4.7 مليون طن. فهمتك. كثيرين من الشعب العراقي محجوبة عنهم البطاقة التموينية. صحيح. عندنا الصناعات الغذائية التحويلية، عندنا الصناعات المحلية، الافران وغيرها. اذا الرقم المريح في الحنطة هو 7.2 مليون طن سنويا. وصلنا الاكتفاء الذاتي، نعم وصلنا سنة 2019. صحيح. وصلنا، بس بما يخص البطاقة التموينية، إذا تتذكر جنابك أنا عرجت على هذا الموضوع، نعم عندنا اكتفاء ذاتي بالبطاقة التموينية، ولكن الأسواق الجملة لا يوجد فيها كيس واحد من الطحين العراقي، كله مستورد من دول الجوار. نعم. خلي أيضا راح أعطيك وقتك أستاذ دكتور محمد، أنتقل إلى الأستاذ عادل المختار. أستاذ عادل تسمعني؟ يسمع. أستاذ عادل دائما يعني من أتكلم بموضوعة الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي، يعني حقيقة من خلال كلامك نحن بعيدين عن هذا الموضوع، يعني ما نقدر نحقق هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء، وأرحب بضيفك الكريم دكتور محمد عزيز الغالي. الأرض أقوله شيء واحد، شنو إصرارنا أن نزرع حنطة وهي خسرانة بالنسبة لو نحسبها على مستوى المياه؟ هي خسرانة، يعني ضيفك الكريم قال احنا اكتفينا ذاتيا على مستوى البطاقة التموينية في يمكن 2019. صح. لكن هدرنا مي كلفنا الغالي، واليوم اللي احنا نعاني منه اليوم، انت من تزرع اكو اشكاليات يجب ان تحطها. مثلا اليوم عندك مشكلة التسويق، يعاني منها القطاع الزراعي صار لها سنين، شلون تريد تكتفي ذاتيا والتسويق انت اصلا عندك فاشل؟ اليوم عندك تكلفة الانتاج. نعم. على سبيل المثال اليوم
إنتاجية الدونم بالمئتين إلى 300 كيلوغرام حسب تصريح معالي وزير الموارد المائية السابق اللي يقول الوزارة تزرع حنطة بالري السيحي وتنتج لنا بالدونم 200-300 كيلوغرام. خلينا نقول في أحسن الأحوال نص طن. معناه شنو؟ معناه أنت خسران بالأساس في زراعة الحنطة. شنو الإصرار أن تزرع شيء خسران؟ طيب اليوم شنو الاكتفاء الذاتي؟ الاكتفاء الذاتي أخي المادة تتوفر بالأسواق على مدار السنة وبأسعار رخيصة وبمتناول كل فرد. يعني تختلف الأمان الاكتفاء الذاتي لما أنا أنتج بإيدي وداخل بلدي يختلف هذا الموضوع اليوم. هذا إلى متى تحت كل الدول قاعد نستورد اليوم؟ الآن صوتك شوية بعيد يصير علي. نعم. سابقا كان الدولار يختلف، اليوم الدولار مدعم، هو قيمته يطلع أو يبقى هو نفس القيمة التقديرية. الشيء الآخر شنو الأمن الغذائي؟ اليوم تعرف حضرتك الإمارات تسلسلها 33 على العالم بالأمن الغذائي، هو مقدار المواد اللي توفرها الحكومة للمواطن بأسعار جيدة. نعم. وعلى مدار السنة سواء داخليا أو خارجيا. اليوم تضربت مثل كالإمارات، اليوم الإمارات بأي أزمة سياسية تصير بالخليج مثلا، انقطع اليوم مضيق هرمز وغيره، مين راح تستورد؟ ما عندها إنتاج داخلي. مو شرط الأمن الغذائي، يعني هسه احنا بلدنا عندنا أمن غذائي لأن كل شيء متوفر من برا، تستورده البيض الدجاج كل شيء متوفر من الاستيراد، الحنطة بالاستيراد، هذا هو الأمن الغذائي. أما الاكتفاء الذاتي هو ما تنتج داخل بلدك وبأسعار رخيصة، مو تنتج أنت مخصرني مي. يعني تصور في 2019 من وصلنا للخمسة مليون اللي يسموها اكتفاء ذاتي زرعنا 13 مليون دونم. إيش قد صرفنا مي؟ صرفنا بذاك الوقت 52 مليار متر مكعب. هو هذا أمن غذائي أو اكتفاء ذاتي؟ هذا خسارة بالمي. ولذلك إحنا دائما نقول من 2019 أيام الفيضانات قدرنا نخزن 56 مليار. أكيد أكيد راح نكمل وياك، ولكن أحبة المشاهدين خلينا نشوف هذا الفيديو اللي به معلومات كثيرة عن موضوع الأمن الغذائي بالعراق. نشوف هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. دكتور محمد، استاذ عادل المختار تكلم انه موضوعة انه احنا نزرع حنطة بهذا العدد مع صرف كميات كبيرة من المياه، هل خطتكم اللي وضعتوها بيها مثلا موضوع طريقة السقي، انه مثلا نتحول الى طريقة الري الحديث، هذه المواضيع لو فقط انه مختصة بهذا الموضوع؟ انه اول شيء يعني ادعم كلام السيد المستشار عادل المختار فيما يخص المياه. ما يسمى بطريقة الري السومري أو الري السيحي، نجي نناقش على مستوى الحنطة، ولو هذا مو موضوع الحلقة. نعم. اللي أنا نعم. جايبي بس جوابا على حضرتك. الري السيحي بالحنطة، العراق يستهلك الدونم الواحد 1350 متر مكعب خلال الموسم الواحد، بواقع من 4 إلى 6 ريات حسب مزاج المزارع اللي يقوم بالزراعة.
هذا الرقم جدا مبالغ به. يعني انا اضم صوتي الصوت استاذ عادل المختار، بس هذا ما هذا مو واعز انه انا اروح للاستيراد ابدا. هذا واعز ان اقوم انا صاحب القرار بالتدخل بهذه الكمية من اجل ان اقننها. صحيح. اساليب الري الحديث وخاصة النظم التي تعتمد القطرة وليس الرش. نعم. لان الرش بنسبة تبخر عالية جدا تصل من 30 الى 35%. نظام الاعتماد على القطرة مثل منظومة الامطار الكاذبة. نعم. يسموها فلوبي سبرينجلر راين سيستم. نعم. هذه تعتمد على القطرة. هذه احنا استخدمناها قللت هذه لاقل من النص للدونم الواحد. الغلة المعتمدة للدونم الواحد في حال اجراء عملية تثقيفية، احنا ليش قلنا القطاع الخاص والعملية الاستثمارية هي اللي تدير هذا الموضوع؟ لان القطاع الخاص يخاف على رأس المال اللي شغله. صحيح. زين، يعني عكس القطاع العام، موظف يشخط يومه يروح. بالضبط. فهنا ممكن ان يصل هذا الرقم ما دون 600 متر مكعب سنويا فيما يخص الحنطة ده نحكي احنا. نعم. والباقي التقنين راح يكون به أكثر عدد ريات متقاربة بكميات مياه مقبولة، والغلة لا تقل، هذا أنا مسؤول عنه لأن أنا جربته بالعراق، لا تقل عن طن و800 كيلو غرام. صراحة نجحت، أنا أسمع أنه أخبار بالسنة. أنه إيه؟ أنا نجحتها. نعم. في السماوة. نعم. نعم. وفي الكوت أيضا نجحت. صلاح مهدي أيضا. بالضبط. نعم أيضا نجح. إذن شركة السبع سنابل نجحتها. صحيح. صحيح. الآن أكو جهة حكومية دا تعمل في مناطق البادية أيضا نجحت عندها. وصلت هذه الأرقام. وصلنا هذه الأرقام. إذن موضوع الري بالإمكان معالجته، بالإمكان التقنين من صرفيات المياه، ولكن الذهاب إلى الاستيراد هذا موضوع أنا في نظري الخاص موضوع كارثي ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة للعملية الاستيرادية. وإن كانت العملية الاستيرادية شر لابد منه، يجب أن تكون مقننة. هذا بصريح العبارة. الاعتماد على الاستيراد في الدول، يمكن لاحظنا أكو مشكلة صارت لقطر مع دول الخليج. بالضبط. المعبر البر الوحيد كان سلم. ما مدى الضرر الذي لحق بدولة قطر وبالمواطنين؟ قامت تشتري أضعاف من إيران ومن تركيا. إذن العملية الاستيرادية دائما هي غير مرحب بها، وخاصة ببلد مثل العراق فيه خيرات الله كليتها. اليوم يعني حتى فيها خيرات عالية. ذكر مثلا ذكر الإمارات، حضرتك ذكرت قطر، يعني زراعيا العراق يعني كبير جدا بهذا الموضوع. هوية بلاد الرافدين هي الزراعة والثروة الحيوانية. هويتنا الأم الأصلية الزراعة والثروة الحيوانية. العراق بالخمسينات كان يصدر حنطة. تمور حنطة ليش اليوم احنا نستورد؟ زين، وهل هذا الاستيراد آمن؟ هل هذه المواد آمنة؟ هل جهاز التقيس والسيطرة النوعية مسيطر على المنافذ الحدودية؟ لا. من يضمن أمان هذه السلعة اللي إذا تدخل للمواطن الفقير أنه هي مضمونة من حيث الجدوى والعمل الصحي؟ والله ما ادري، يجينا الفخذ مال الدجاج مجمد 4 أشهر، ما ادري ايش بي. تعقيبا على هذا الموضوع، منتج الدواجن خلال 90 يوم الاولى هو ذو قيمة عالية جدا، بعد 90 يوم يهبط ينتهي. انتقل للاستاذ عادل المختار. استاذ عادل، يعني اليوم بصراحة أنا مع فكرة إنه ما نخلي إنه موضوع إنه الاستيراد أو كمبرر للاستيراد، بما إنك عندك بلد بأرض زراعية بعدد كبير من العاملين بالزراعة، إذا استخدمنا تقنيات الري الحديث. إحنا لهاي الخطة الموضوع اللي وضعها دكتور محمد، مو إنه موضوع إنه نستخدم الري قبل 4000 سنة بطريقة نفسها، لا، وفق خطط اليوم حقيقية. مثل ما صرح وزير الموارد المائية السابق، قال احنا لو عندنا طرق ري حديثة على كميات المياه الموجودة واحنا بأزمة مائية خانقة، قال نكتفي بموضوعة الأراضي الزراعية كلها نسقيها.
شكرا جزيلا لحضرتك، بس كلمة اللو انت كل ساعة تعيدها، لو لو لو، وهي هاي نعم. من 2017 احنا النادي بضرورة استخدام منظومات ري حديد، وانت اليوم تجي تقول لي لو راح نستخدم. عمي صار كم سنة؟ هي انا بالضبط وياك، انا اتكلم اليوم وفق خطة معتمدة على السقي الحديد. اليوم اريد اعطيك بالارقام نعم، حتى تكون للمشاهد يسمع. في مؤتمر شرم الشيخ الأمين العام للأمم المتحدة صرح تصريح قال العالم يسير بسرعة نحو جهنم التغير المناخي، احنا خامس أكبر دولة متضررة من التغير المناخي، يعني احنا أسرع خامس دولة رايحين لجهنم. وهاي المطر اللي نزلت راح أعطيك إياه بالأرقام، طلع الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية وقال هذه كميتها 600 مليون متر، 600 مليون متر، احنا خزننا منها 150 مليون، ربع الكمية خزننا، معناه 150 مليون وال450 راحت الى الاهوار وراحت لدفع اللسان الملحي وسقي المزروعات. اللسان الملحي ما اندفع والاهوار ماكو تغير، ويمكن شفت رد فعل الناس. طيب وال150 مليون ما إلها قيمة أمام فضاء خزني يقدر بمئة مليار متر مكعب، والخزين عندنا جوا 10 مليار فقط. طيب كل هاي الأحداثيات تتباوع، يقول زيدنا المساحة المزروعة مليون آخر، هاي شلون؟ نعم أنت ما عندك مي، هذه الأمطار اللي جتي، خل أجيك بعد أكثر أوضحها. هذا استاذ عادل اليوم مثلا من الحكومة تزيد مليون دونم، يعني وهي ما عندها مي، زين شلون راح تزكي مثلا؟ احنا كده خطط اخرى. انا دا اقول لك انت اليوم لو عندك مي صدق ليش ما تدفع للاهوار؟ الاهوار مو جاموس، اهوار مو اسماك، مو اهوار بشر، لو ذولا مو زراعه روح استورد وادفع المي للاهوار والمحافظات الجنوبيه ومنها البصره. اذا انا غلطان صلح لي. تعرف هذا المليون 4 مليار متر مكعب يحتاج لنا، لو تدفعها بالنسبة لك للأهوار والبصرة انت حليت أزمة. وإذا وقفت كل المليونين ونص بالري السطحي واعتمدت بس المياه الجوفية وهم ما يخالف، انت هنا 10 مليار راح تحل مشكلة. بتتصورني شلون؟ نعم. اليوم احنا في ضائقة، في محنة اليوم. استاذ عادل ايضا يعني من خلال كلامك انه مثلا عائق موضوعة المياه الان في هذا الوقت الراهن هي اليوم احد العوامل اللي ممكن تمنع موضوع الاكتفاء الذاتي وتمنع موضوع بس اضرب لك فد مثل اخر سريع. نعم. هذا صار لنا 10 ايام او اسبوعين من جتي هاي المطرة اللي كميتها 600 مليون عدل؟ نعم. يعني خلينا نقول كل 15 يوم راح تجينا 60 مليون. نعم. شو تقول؟ ممكن. زين على مدى كم وجبة؟ 10 وجبات عمي، ايش قد تطلع؟ 6 مليار. 6 مليار انت صرفتها بمليون واحد زرعت حنطة، يعني ده تصورني 10 مرات ايش قد؟ يعني 5 اشهر. تصورني؟ فهمتك يا يعني ما. اكو تخطيط، اكو اسلوب. هسه من قال الدكتور اني احط معدلات احاول اوصلها، اكو يعني اكو تخطيط، لكن نعم. انت من تجي مجرد مطره خزنت منها 150 مليون مجرد راسا، يعني ما معقوله. اكيد استاذ عادل، طبعا حبيت المشاهدين يعني 150 مليون. نعم. اذا 10 مرات يعني مليار ونص. اكيد راح ارجع لك استاذ عادل المختار، تخزين ما عندك وراح نتحدث بتفاصيل ليش اكثر. ليش زيدت المساحه المزروعه؟ ما كان وجهتها للاهوار. نعم استاذ عادل اذا تسمعني راح نرجع لك ايضا نتكلم بمواضيع اخرى. طبعا احبه المشاهدين كثير من العالم ما عنده انه حقيقه معلومات حول موضوع ما هو الامن الغذائي بتعريف حقيقي يوصل اليوم الى المجتمع، لان للاسف يعني ماكو فكرة. يعني اليوم حتى اليوم أنا عتبي، اليوم عتبي على حتى وزارة التربية، عتبي اليوم على المنظمات اللي تأثر اليوم على الأسرة العراقية، أنه تعريف حتى للأطفال موضوعة الأمن الغذائي شنو، ما عندهم هذا الخبرة بهذا الموضوع. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجع.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم اللي حقيقه بيها يعني ما تكفيها حلقه واحده لكن ممكن عدد من الحلقات كبير جدا. دكتور محمد من قبل تقريبا سنتين هو في وزاره التخطيط يعني يتناقشوا وياك اجتمعوا وياك وايضا عندي سؤال اخر كيف نوصل لهذه الارقام؟ طبعا هي دراسه الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي العراقي هي دراسه انا قمت باعدادها وقمت بتقديمها لوزاره التخطيط العراقيه بزمن حكومه السيد عادل عبد المهدي وكان الدكتور نوري صباح الدليمي وزير التخطيط الاسبق دور كبير جدا في الموضوع. تم اعلانها يوم 22/4/2020 بعد جلسات مطوله حضرت بها الامم المتحده ومنظمه الفاو الاغذيه مجلس النواب ممثلين خمس وزارات يعني لاقت ترحيب واسع جدا. نعم. حكومة السيد الكاظمي هذا الموضوع شبه تم تهميشه واستبعاده. اكو سبب هذا الموضوع يعني هو انتجوا ورقه بيضاء وتخص الامن الغذائي. حكومة الكاظمي اكثر حكومة استخدمت مصطلح الامن الغذائي بقانون الامن الغذائي وطلع كله هو مو امن غذائي. هسه قانون الامن الغذائي اللي خاص بمجلس النواب يعني انا يعني ما مؤهل ان احكي به انا قطاع خاص. نعم تفضل. ما اريد ادخل بهذا الموضوع. احنا نحكي الحكمه تقول العبره بالنتائج. صح. من نقول العبره بالنتائج اليوم احنا بعيدين عن الارقام المستهدفه في الاكتفاء الذاتي. تقول لي الحكومه المركزيه استفادت من هاي الدراسه او من دراسات اخرى؟ لا ابدا. بعيدين يعني اكو فرق انه بعيدين جدا يعني مثلا اذا احنا نحتاج 7 مليون ايش قد انتجنا؟ شوف الارقام الحقيقيه اللي موجوده عندي هي فوق المليونين بشويه. هم قالوا 3 الا شويه. لا هي فوق المليونين بشويه. نعم. الانتاج الحقيقي للحنطه. نرجع انه احنا شلون نقدر نحقق الاكتفاء الذاتي وشلون نقدر نحافظ على الارقام اللي راح نحققها من خلال الخطه في التنميه المستدامه من اجل ان نوصل معادله الامن الغذائي. اليوم انا اريد اوضح كل الدول اللي انا اشتغلت بها، انا مشتغل ب 14 دوله بالعالم. كل الدول اللي انا اشتغلت بها مشاريع الاكتفاء الذاتي بالكامل انيطت بالقطاع الخاص. صح. تمت تهيئه فرص لمختلف المجالات اللي تخص الثروه الزراعيه والحيوانيه والصناعات الغذائيه التحويليه وتم عرضها على القطاع الخاص مع توفير الحماية الحكومية لهذا المستثمر مع توفير الدعم المالي من خلال مبادرة البنك المركزي. فاليوم احنا نحتاج صاحب القرار اللي هو دولة رئيس الوزراء. نعم. نحتاج الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات استثمار المحافظات. تواصلت مع حكومة السوداني؟ أني؟ نعم. نعم أنا تواصلت مع حكومة مع السيد السوداني شخصيا قبل أن يستلم منصب رئاسة الوزراء العراقية. نعم. وكان حتى عقدنا ندوة أنا وياه بهذا الصدد. ممتاز. تخص الأمن الغذائي. تشوفه متفاعل مع العلم هو ابن القطاع الزراعي. هو ماجستير زراعي. نعم. شوف أستاذ ظفر في رأيي الشخصي السيد السوداني هو أقرب الشخصيات لفهم هذا الموضوع من جميع الشخصيات اللي تسلموا منصب رئاسة الوزراء العراقية. هو أقرب شخص وهو رجل واقعي. نجي نحكي على الموضوع اللي احنا بصدده. نعم. الموضوع اللي احنا بصدده قلنا صاحب القرار دولة رئيس الوزراء، هيئة الاستثمار الوطنية، هيئات استثمار المحافظات، زائدا البنك المركزي العراقي. البنك المركزي العراقي من معلوماتي الموثوقة بنسبة 100% لديه مال كبير جدا. صحيح. مخصص لدعم المشاريع وخاصة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. هذه المعلومة موثقة عندي. نعم. اليوم إذا صاحب القرار فيما إذا يتخذ إطلاق عجلة مسيرة الاكتفاء الذاتي في العراق فيحتاج لها إرادة سياسية قوية جدا. واحدة من هذه المسؤوليات على صاحب القرار مثل ما حكى السيد المستشار عادل المختار هي الضغط على دول الجوار دول المنبع بالإطلاقات المائية. أزمة المياه
الجانب الأكبر منها هو جانب سياسي. صحيح. يقع على عاتق الحكومة المركزية وعلى عاتق السيد السوداني بالدرجة الأولى. بالجانب المقابل على هيئة الاستثمار الوطنية أن تعد برنامج كل يتسمعنا إحنا كعراقيين كمواطنين بتشكيل لجنة الجهد الحكومي. خلية الجهد الحكومي أو هيئة الجهد الحكومي. ولدينا قانون للإعمار، يجب أن يكون لدينا قانون يعني قانون الاستثمار المعدل، يجب أن نعدل به بعض الفقرات اللي تخدم المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. أتفق وياك بهذا الموضوع. أستاذ عادل المختار، ننتقل طبعا إلى عبر السكايب. أنت مستشار للجنة الزراعة والمياه لعدد من السنوات في مجلس النواب، وأيضا موضوعة وزارة الزراعة اللي دائما تقول إحنا بحثية إرشادية، لماذا اليوم مثلا لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب لم تسهل إجراءات الاستثمار الزراعي؟ عندنا شخصيات، أكو أموال كبيرة جدا ممكن نضخها بهذا المجال، إذا وزارة الزراعة ما تقدر لهذا الموضوع ليش ما يصير استثمار؟ شكرا جزيلا لحضرتك. اولا سابقا تعرف حضرتك يعني هسه طلعت من لجنه الزراعه. نعم. بالنسبه للاستثمار هو مفتوح، لكن المشكله اكثر المستثمرين يجي هو ما عنده فلوس، اعطوني فلوس دا اروح استثمر. طيب تعطيه فلوس حتى يروح يستثمر يزرع حنطه، يقول تعال اشتري الحنطه مني لان هي الحنطه خسرانه. هذا مو شغل المستثمر، شيء راقي، شيء حديث مثل الدكتور. زراعة هيدروبونيك، حقول دواجن متطورة، أكو أشياء أساسيات بالاستثمار. أما أنت تجي اعطوني فلوس واخذ المنتوج مالي، هي من الأول قلنا عندنا مشكلتين. لو تتذكر بداية كلامي قلت الأولى هو تكلفة الإنتاج، عندنا مشكلة بتكلفة الإنتاج، والثانية اللي هي التسويق الزراعي. فكل واحد المفروض من يدخل هذا القطاع يعرف، وعلى الدولة حل هاي المشكلتين قبل أن تفكر بأي شيء. والمشكلة الثالثة طبعا ما أريد أدخلها اللي هو المي، أنت أصلا دا تهدر مي بالزراعة، وهذه هي الكارثة أو الطامة الكبرى. فلذلك أنا أشوف وقفة يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية بصورة عامة. الأفكار كلها غلط، يعني لازم تنبني أفكار صحيحة. اليوم الاستثمار ينبني على اساس اكو فلوس، مستثمر جاي يشتغل، مو يزرع حنطه ولا شعير، وانما بالعكس زراعات حديثه، تقنيات متطوره، الات زراعيه، هذا الاساس. روح برا وقوم انا اريد استثمر، قوم اريد ازرع حنطه، ما يقبلون. ليش؟ لان يريدون شيء جديد، شيء متطور. الاستثمار اليوم عندنا بهاي المفاهيم صعبه. الشيء الاخر اللي اقوله دائما اليوم الخطط الزراعية، موضوع إدخال منظومات الري الحديث، يعني تعرف إيش قد نخسر مي نتيجة استخدام الري السيحي. رأيك بتصريح رئيس الوزراء قبل أسبوعين، تخسرنا مليار متر مكعب، ترب البساتين، سقي البساتين بالمنظومات الري السيحي، تخسرنا 3 مليار متر مكعب، واليوم ده يزرع سطحي 2.5 مليون، يعني هاي هم فد 10 مليار. انت تخيل 14 مليار متر مكعب. نعم. انت تهدرها بشكل غير منطقي. اليوم احنا المليون دونم حتى تحولها الى منظومات ري حديث تحتاج ل 50,000 منظومة، ما يعادل 500 مليار دينار، بينما انت سد مكحول تريد تبني ب 4.5 تريليون. تخيل يعني قيمة سد مكحول تسوي لك 9 مليون دونم كلها منظومات ري حديث، لكن انت لازلت الابسط شيء تزرع. نعم. بهذا الشيء. نعم استاذ عادل، المطروح انت لو عندك ما ارجع لك، اتوقع صوتي ما قاعد يوصل للاستاذ عادل. يعني ليش دول اللي يتركون الريف الى المدينه؟ الجاموس اليوم يكاد ينقرض، اليوم اعلاف ماكو، وضع المي ماكو، ما تفكر تعطي مي، ما تفكر تعطي اعلاف. الاسماك اللي بالانور المسطحات المائيه خصوصا بالاوار تكاد انتهت. هذا كله وضع. نعم. يجب نعم استاذ عادل، طوره بالزراعات الحديثه. نعم نعم راح ارجع لك اكيد. طبعا احبه المشاهدين، يعني اذا تكلمنا عن الموضوع، الدكتور محمد تكلم على انه
رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني هو الأقرب لموضوع قطاع الزراعة. لأول مرة أنا شاهد رئيس وزراء يتحدث اليوم أنه بموضوع الري الحديث بصورة اليوم مباشرة، أنه السنة الجاية الفلاح اللي يعتمد على الزراعة الحديثة راح ما ندعمه لا بذور لا مبيدات لا أسمدة لا غيره. خلينا نشاهد هذا التصريح وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. دكتور محمد العبيدي، إذا موضوع مثلا القطاع الزراعي تكلمنا عنه، وبالتحديد باليوم موضوع الحنطة حقيقة صدمتنا بأرقام، أنه كان أنا في بالي أنه 6.5 مليون تكفي وأمن غذائي، وهذا الرقم إحنا بعيدين عنه. موضوع 700,000 الثروة الحيوانية، ناس تشتكي من العلف، تشتكي من أمور، تشاهد أنت بالأهوار المشاهد المحزنة لنفوق الجاموس، بعض الأمور اليوم تصير ناس قاعد تربي أسماك وعلى غفلة فيروس بسيط ممكن بالشط ينهي لهم أقفاص وبحيرات وأرقام كبيرة جدا نخسرها من الأطنان. هل لديك أيضا، هل بدراستك كانت أكو موضوعة الثروة الحيوانية داخلة بهذا الشكل؟ نعم، احنا بدراسة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي العراقي ناقشنا بثلاث مجلدات، مجلد الثروة الحيوانية بحت، مجلد الثروة الزراعية، ومجلد للصناعات الغذائية. بالنسبة للثروة الحيوانية، يعني على مستوى الدواجن، خلينا نقول مثلا اكو فد جملة كلش متداولة بالمجتمع العراقي انه الدواجن مثل القمار، لو تصيب لو تخيب، وماكو شيء، اكو تخطيط حقيقي، ماكو شيء. انت ابني صح، ابني على مقومات علمية صحيحة، اتجاه القاعة قياسا للشرق والغروب واتجاه الرياح، اعرف انت على يا خط عرض موجود متقاطع ويا يا خط طول، طلع هذه النقطة، طلع التقارير البيئية لعشرة 15 سنة اللي ورا، تعرف بيئتك انت شنو، خطط صح، وفر نظام العزل، وفر نظام التربية الصحيح. تربية الثروة الحيوانية 75% من عدها يعتمد على منظومة التهوية. سلامة المنتج يعتمد دواجن على الكل، كل التهوية. أنا الماجستير مالتي بنظم التهوية ودورها في تربية الثروة الحيوانية. نعم، منظومة التهوية عندما تكون غير صحيحة، لا المضادات الحيوية ولا اللقاحات ولا أي شيء يشتغل، حتى العلف مالتك وإن كان في منتهى الجودة ما يشتغل بالمستوى اللي أنت تريده. هناك الكثير من المقومات تنقص العراق، أولها اعتماد النظم العلمية الحديثة. يعني اليوم باني مكان ما أربي بالأقفاص العائمة، هو أروح أسوي منظومة الاستزراع السمكي، تربية الأسماك بالنظام المغلق، هم تخسرنا مي وغيرها وتلوث البيئة، تلوث البيئة، خروح اشتغل بالنظام المغلق. تربية الدواجن، اضمن سلامة المنشأ، يعني ابدي من الأساس صح. حاتم، الأستاذ حاتم الحمدان يقبل بالمغلق؟ لابد أن يقبل، لازم نجبرهم، لابد أن يقبل. تحياتنا إلي زين، تحياتنا لأبو زينب أخونا وعزيزنا، الله يخليك. اكو مواضيع هي جدا تمس عمليه تحقيق الارقام والاكتفاء الذاتي. من قلنا احنا على القطاع الخاص ان يقوم بهذا الدور الكبير في العراق، بنفس الوقت اكو على عاتق الحكومه امور يجب ان تنفذها، وامور استراتيجيه بالصميم، اللي هن حل ثلاثه مشاكل تخص الامن الغذائي. اولهم موضوع المياه، ثاني هذه الاشكاليات نحن نفتقر إلى السياسة الخزنية الرشيدة بالعراق بنسبة 100%. نعم، يعني المحصول اللي إذا يطلع لنا، نحكي على الحنطة، نحكي على الذرة، نحكي على المحاصيل الحقلية، من ده يطلع منتج ما عندنا مكانات خزنية بها أسس علمية، بها طريقة خزن علمية تحافظنا على هذا المنتج. موضوع آخر، منظومة التسويق بالعراق تكاد تكون مشلولة، ومشلولة وبدون تخطيط وسيئة وكل الصفات السلبية. هنا نجي لموضوع مهم جدا، على دولة رئيس الوزراء المحترم المهندس محمد الشيع السوداني أن يفتح الأبواب للقطاع الخاص من أجل وضع خطة وطنية لانطلاقة عملية استثمارية بالعراق. يعني يترأس هذه العملية المنطق العلمي لتنفيذ. نعم، المشاريع. طبعا الوقت داهمنا للأسف، أنه مرت الحلقة بهذه السرعة، ولكن وعد من اليوم من برنامج الرسواد أيضا راح نسوي حلقة جديدة
نتحدث بها إن شاء الله، نكمل بها كل هذه الخطط اللي ممكن اليوم حكومة السيد السودان تستفاد منها وبها إفادة واستفادة اليوم للشعب العراقي. شكرا جزيلا دكتور محمد العبيدي خبير الأمن الغذائي، وطبعا كل التحية والشكر وعذرا أيضا للأستاذ عادل المختار الخبير المائي وزراعة. أحبة المشاهدين، قبل الختام كل التحية والشكر إلى قسم الوثائقيات في قناة الأيام الفضائية على أنتاجهم وثائقي حول موضوعة اليوم التدخل الأمريكي بموضوع تدمير الزراعة بالعراق، كان وثائقي حقيقة بمعلومات وبمصادر موثوقة ومهمة جدا. أترككم مع هذا الوثائق المهم جدا، عدد دقائق قليلة وبسيطة، خلينا نشاهد هذا الوثائقي ومع السلامة. في يوم ما كانت هذه الأرض مهداً للزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية. حيث أنه وفي عام 95 و900 ألف شكلت الزراعة أكثر من 18% من الإنتاج الاقتصادي للعراق. كما وكان إنتاج التمور لهذا البلد قد تجاوز 1,000,000 طن ما بين عامي 88 وحتى عام 90 و900 ألف. لكن مع اندلاع حرب الخليج الأولى تم استهداف وتدمير كافة البنى التحتية الزراعية العراقية من قبل القوات الأمريكية. جالوي برنادوكس الكاتب والباحث في موقع مؤسسة غارنينغي كتب عام 2003 يقول: إن الهجوم الأمريكي واحتلاله للعراق عام 2003 أحدث تغييرات واسعة وبنيوية في المجال الزراعي العراقي. وكتب هذا الباحث عن هذا الجانب يقول: إن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق مع عدد التدمير الذي أحدثه للأراضي الزراعية التي نجمت عن القصف الأمريكي فقد خلق مشاكل جدية في البنى التحتية الزراعية لهذا البلد. أمريكا وباتخاذها سياسة تطهير مراكز محو الأمية حيدت الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية العراقية وشلت من فعاليتهم بسلبهم إمكانياتهم الزراعية، وبذلك جعلت من العراق بلدا فقيرا في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية. في عام 2020 جيك هوسفانا الكاتب والباحث في موقع العمل ضد العنف المسلح والذي يرتبط بمؤسسة تحمل هذا الاسم أيضا، تحدث بأن زرع الأمريكيين للألغام الأرضية في العراق جعل المزارعين العراقيين عاطلين عن العمل. وكتب في هذا الصدد يقول: إن أمريكا وبالتزامن مع زرعها لهذه الألغام قامت بقصف جوي هائل على العراق، وهذا ما سبب بالنتيجة إلى دمار شامل لخصوبة الأراضي الزراعية لهذا البلد. فمن جانب خلفت السموم الناتجة عن استخدام الأسلحة المحرمة دولية تأثيرات سلبية على التربة، بحيث بدلت بنيتها إلى أراض زراعية سامة، ومن جانب آخر تدمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بفعل الهجمات الأمريكية المتتالية والمستمرة، وهذا ما جعل من إحياء تلك الأراضي أمرا شبه مستحيل. ليس هذا وحسب، بل إن صحيفة الجارديان وفي عام 2013 تحدثت عن أبعاد أخرى للدمار الذي نال القطاع الزراعي العراقي من جراء التواجد الأمريكي في هذا البلد، تمثل في تصدير المحاصيل الزراعية الأمريكية إلى العراق. هيدر ستيوارد الكاتب في صحيفة الجارديان حينها تحدث في تقريره عن شخص اسمه أماستوز جعلته الولايات المتحدة مسؤولا عن إعادة إعمارها. دان أماستوز كان في عام 2013 من أكبر المصدرين للحبوب في العالم. على أي حال، لم يتبقى الآن الكثير من الزراعة في العراق الذي كان يوما ما مصدرا لأفضل التمور ذات الجودة العالية في العالم، و
ولعب دورا هاما في إنعاش الاقتصاد العراقي بشكل عام. فقد سعى الأمريكيون وخلال هذه السنين من احتلالهم لهذا البلد إلى السيطرة التامة على سوق المحاصيل الزراعية، وجعل العراقيين بحاجة مستمرة لاستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج. ويأتي كل هذا بسبب القرار المشؤوم الذي اتخذ من قبل الرئيس الأمريكي عام 2003 والرؤساء الذين تلوه في الولايات المتحدة لاحتلالهم البغيض للعراق.